الوظيفة الحكومية التي أصبحت حلماً يصعب تحقيقه لدى الشباب، قرابة 245 ألفاً مسجلين كباحثين عن عمل على مستوى البلاد، بالإضافة إلى تقرير صندوق النقد الدولي الذي قدر نسبة البطالة بين الشباب الليبي لنحو 42%. لذا يجد الشاب نفسه متوجهاً نحو أعمال القطاع الخاص. الدولة مقصرة في موضوع الشباب، مع موضوع الشباب مقصرين هلبة. قصدي ما فيش إمكانيات، ما فيش مواضيع، فهمت؟ قصدي ما يساعدوا الشباب حتى في القروض، زمان كانت فيه قروض، تو ماش فيه قروض لا شيء، فهمت؟ فالدنيا واقفة، بيضطر الشاب إنه يمشي يخدم، بيخدم على روحه، وأغلب الخدمة هنا تشبع فيها كيف، فهمت؟ بيخدم بالسيف عليه. يدرس الشباب ويمرون بالعديد من المراحل الدراسية، ناهيك عن المشاكل والصعوبات الناتجة عن أوضاع البلاد، آملين وظيفة مستقبلية مرموقة، ليتفاجأوا بعدها بالرفض من عديد الجهات أو بمرتبات متدنية لا تكفي احتياجاتهم. التعيينات معش فيه كل شيء، ولا مش بتقدر تقول بالواسطة، لكن كل شيء ولا أصعب من قبل. يعني أنت باش تكون روحك، أقل حاجة مثال شاب في عمرنا احنا 24 سنة باش يكون روحه، يدير عيشة بسيطة، فهمت؟ معيشة بسيطة يبي لين يوصل 30 ولا 32، من قلال أسعار، من قصدي واحد انه بيبني ولا بيأجر ولا باش يكون روحه، عرفت؟ فلازم يتجه لقطاع خاص. ارتفاع الأسعار والعقارات ومواد البناء وغيرها من الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها شاب لا تغطيها مرتبات القطاع العام، مما دفعهم نحو التوجه للأعمال الخاصة كالمقاهي والمحلات وغيرها من الأنشطة التجارية. لا يزال القطاع الخاص يستقطب الشباب، بينما يستمر القطاع الحكومي بإغلاق أبوابه أمامهم، بالإضافة إلى أن القطاع الخاص يوفر لهم دخلاً أعلى، رغم أن في أغلب الأحيان لا يوفر ضماناً أو معاشاً تقاعدياً عند التقدم في السن. عبد العالي عريبي، ليبيا بانوراما، طرابلس.